بس مشهورين جدا لبسوا الحمد لله. احنا يعني الفتره اللي فاتت كلها هاني شاكر مظبوط الله من الناس الجميله طبعا اللي بتحب الحاجات بتاعتنا دي الفنانه نسرين امام و طبعا حبيبه قلبي سهير البابلي يعني استاذ سهير من الناس اللي استغربت بشرة طبعا الجميله وايمي سمير غانم وايمان الفنانه ايمان العاصي